بعد أهالي بلدة حران العواميد في ريف دمشق يسكنون العراء، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء في خيام تفتقر لأبسط مقومات الحياة. جدران هذه الغرفة تروي قصة معاناة لمدنيين هجروا من منازلهم واستباحت الصواريخ منازلهم التي اعتادوا دفاعها. صديناها بحجار وبلوك، صديناها حتى ما يفوت علينا برد بالليل، وحطينا عليه الغطاء. سميت حران العواميد كذلك نسبة للأعمدة البازلتية الموجودة فيها، كانت مقرا للعلماء، وفي مسجدها القديم قبر الفقيه والعالم الجليل حياة بن قيس الحراني، لكن آثارها وقدمها التاريخي لم يشفع لها، فقد دفعت هذه البلدة ضريبة قربها من مطار دمشق الدولي، فهي تبعد عنه أقل من كيلومتر واحد. الله أكبر، طيران الميج يقصف على بلدة حران العواميد. الله أكبر. لم يكتفي جنود النظام باقتحامها، بل عثوا فيها فسادا وسرقوا ونهبوا منازلها بعد أن هجروا ما يقارب 24 ألفا من سكانها وحرموهم من مزارعهم ومصدر رزقهم. العساكر تقوم، عصابة الأسد تقوم بسرقة بيوت ومنازل بلدة حران العواميد. عمد النظام إلى هدم منازل البلدة بعد أن أصدر مرسوما يقضي باستملاك عقارات منها بحجة إنشاء أعمدة وأبراج كهربائية، وقد أباح القرار أيضا قطع الأشجار التي تعيق هذا المشروع. هذه رواية النظام، أما أهل البلدة فلهم كلام مغاير، فقد قالوا أن الهدف من الهدم تحصين مطار دمشق الدولي وفتح طريق بينه وبين كتيبة تل حمر. بعيدا عن الروايتين، عانى أهل البلدة ما عانوه، وتبدلت أحلام أطفالهم إلى جمع فوارغ الرصاص بدلا من جمع اللعب والحلوى والدمى. بشورة جمع عليك بدون الأسلحة والرشاشات صاروا يرجعون. بس هذول مع غيرين؟ معي كمان رشاشات. ديما الشامي، شبكة شام الإخبارية.